بقي لي أن أذكركم بأشواط الرموز، أشواط العاصفة، الأشواط القوية، أشواط ختام المهرجان في تمام الساعة 3:15 من مساء هذا اليوم. الكل يترقب ويتطلع، العيون تراقب وتتطلع إلى ختام مهرجان الشحانية الأول الذي يقام بهذا الحجم وبهذا أيضا المشاركة الواسعة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. ولا يفوتني أيضا أن أذكر المشاركين بأيام التسجيل في يوم القد، يبدأ التسجيل على مدى 3 أيام، يومين متتالية، يوم الجمعة راحة ويستأنف في يوم السبت. أتمنى التوفيق لزميلي وأخي حمد بن محمد الزعبي في شوط الختام. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نتواصل معكم مع شوط الختام. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، هذه مقدمة شوط الختام والمركز الأول، ومن تحتل المركز الأول حشيمة تعود ملكيتها لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني، الوصول من بشاير لطالب بن علي بن عمارة المري على المركز الثاني، نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث، الذيبة لجبر بن شمسان النعيمي على ثالث المراكز، أيضا تليها على المركز الرابع عرقه لعلي بن راشد بن راية المري على المركز الرابع، ومن تحتل المركز الخامس تتسلل هنا ندى لمسلم بن علي بن دري الفلاحي، من تحتل المركز الخامس، ولكن تغيير من قبل الدكتورة محمد بن مطر الكتبي هنا على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. نعود إلى المركز الأول، نعود وإياكم إلى حشيمة لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. الله نجم المواسم هنا مشاهدينا الكرام، وستشاهدون بإذن الله تعالى أيضا هذا الشعار حاضرا بقوة في أشواط الرموز في هذا المساء، ستشاهدون له بصمة واضحة بإذن الله تعالى في هذه الأمسية. كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين أيها الإخوة الأفاضل، ولكن هذا هو نجم المواسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وخاصة هنا مع مشاركة حيشة. ولكن نعود وإياكم إلى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني تتقدم الذيبة جبر بن شمسان النعيمي مع الذيبة، ومع انطلاقة الذيبة كذلك الوصول من بشاير على المركز الثالث طالب بن علي بن عمارة المري، نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع، تصل عرقة لعلي بن راشد بن راية المري خامسا، وآخر مركز في ندائنا الثاني الدكتورة لمحمد بن مطر بن مطوع الكتبي هنا على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الله، يا سلام يا سلام، نعود وإياكم إلى الصدارة، نعود وإياكم إلى المقدمة وإلى شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على ظهر وحيشة أو هنا حشيمة، نعم حشيمة، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع حشيمة ومع انطلاقة حشيمة في المركز الحشيم وفي المكان الحشيم. يا سلام، هنا القدوم والوصول على المركز الثاني، المركز الثاني تصل وتتسلل هنا الذيبة جبر بن شمسان النعيمي على المركز الثاني وعلى ثاني المراكز. نتابع وإياكم شعار بن راية علي بن راشد بن راية مع عرقة، ومع انطلاقة عرقة يصل كذلك شعار طالب بن علي بن عمارة المري مع بشاير، ومع انطلاقة بشاير تصل وتتسلل على المركز الرابع، بينما هنا في المركز الخامس يصل شعار بن غدير، نعم، مع منصورة مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي من يتسلل على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط،
وإلى مسارنا الأول ندانا الثالثة ممناه على حضراتكم أيها الإخوة أينما كنتم. نعود مع شوط الختام، شوط ختام فترتنا الصباحية، 6 أيام أيها الإخوة، ونحن نستمتع واستمتعنا أيضا بهذه الانطلاقات وهذه الجوائز الثمينة، وكذلك مشاركة أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان السنوي وفي بلدهم الثاني وفي ميدانهم الثاني. يا سلام. نعود مع حشيمة، حشيمة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، مع انطلاقة حشيمة ومع تألق حشيمة في المركز الأول تصل في المركز الثاني منصورة مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي، ثالثا تتسلل هنا زعفرانة، أول نداء لزعفرانة عبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري على المركز الثالث، تصل وتتسلل هنا على المركز الرابع القدوم والوصول مع غزلان حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، خامسا الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع الكتبي. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نشارف على لائحة 1200 متر الأخيرة مشاهدين الكرام. القيادة لازالت مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أو لائحة 1500 متر الأخيرة، عفوا 1500 متر على خط النهاية. حشيمة هنا في الموقع الحشيم، في الموقع المميز، في الموقع الذي يرقب فيه الجميع ويتمناه الجميع، يتمناه كل مالك هجن يتمنى هذا المكان. بينما التغيير هنا، التغيير من منصورة محمد بن نصيب بن سعيد الكتبي غير هنا المقدمة، ولكن عادت حشيمة ما ترضى حشيمة إلا بالمكان الحشيم. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري هو المتابع وهو المالك، 1200 على النهاية، 1200 على نهاية المسار. بينما هنا أيضا شعار الغربي مشاهدين الكرام أيها الإخوة مع المركز الأول ومع حشيمة، بينما تصل وتتسلل هنا منصورة مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي، وعلى المركز الثالث شعار براية على ظهر عرقة علي بن راشد براية المري، وهنا في المركز الرابع يصل شعار بن شافي مع رسالة. الله يا هل الريان، يا هل الريان، يصل شعار هل الريان مع رسالة مع بن شافي، مع قدوم بن شافي. ولكن نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول. يا سلام، الهواء غربي والشعار غربي والناموس غربي، الله على مدينة زايد مع أبو زايد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن تابعوا يا سلام، تريف تصل مشاهدين الكرام مع بنديلة، يا سلام، تريف مع بنديلة، يا سلام، زيد بن محسن بنديلة المري، تريف هنا على المركز الثاني. ولكن يا سلام، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الغربي، الله يا هو الغربي، تهانينا للغربية وأهالي الغربية وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كما عودنا دائما هذا الشعار على انتزاع النواميس دائما وابد، تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني. ترف تصل في المركز الثاني، زيد راشد بن محسن بن ديله المري المركز الثالث، تصل على المركز الثالث رساله لمحمد بن ناصر بن حمود ال شافي المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع عرقه لعلي بن راشد بن رايه المري المركز الخامس، الوصول من غزلان لحمد بن علي ألف هيدا المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، إذن نتقدم بالثانية للغربية وسكانها، 9:36 بالوفاء والتمام. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية بالمركز الأول، أو هنا نعم هي حشيمة بالمركز الأول، أما في المركز الثاني فتصل تريف
في المركز الثاني والتي سميت نسبة إلى المهرة العالمية التي فازت بجائزة قطر قوس النصر في فرنسا والمملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني. هذه هي تريف تصل إلى خط النهاية 9:36 28 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن محسن بن ديلة المري. أما المركز الثاني يصل شعار أهل الريان هنا، أو المركز الثالث نعم، يصل هنا مع بن شافي 9:37 24 جزء من الثانية. تهانينا لمالك رسالة محمد بن ناصر بن حمود الشافي وشقائه الكرام. مشاهدينا الكرام، أحيل الكلمة إلى